محظوظ هو هذا الصبي على الرغم من إصابته البالغة، فقد حظي بسرير ومسعف على عكس هذه الأم الفلسطينية التي لم تستطع العثور إلا على بلاطة واحدة في المستشفى لتجلس عليها حتى ينتهي طفلها من جرعة الدواء. ففي غزة عندما يمشي النازحون بمجرى مائي كهذا تنتظرهم في خيامهم ليلا النزلات المعوية والالتهابات الرئوية لتشاركهم ليلهم الطويل. الأوبئة انتشرت، مرض الجذري، كل الناس عندها مشاكل التهابات في الصدر، في عندك اليوم الجمل منتشر، في عندك الوباء الكبدي، الكبد الوبائي منتشر. الجود من الموجود، مثل شعبي ينطبق على حال الفلسطينيين وأطفالهم هذه الأيام، الذي أصبح حلمهم المنشود علبة غذائية وقطعة خبز تقف صفير معدتهم وتنسيهم صفير الصواريخ قليلاً. فحتى هذه المياه غير الصالحة للشرب باتت مقدرة عليهم ولو كانت بالقرب من أكوام القمامة هذه. تحكي 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 ما حدش يسمع، حتى الوجبات الغذائية اللي تيجي منقوصة، يعني بنفع لما تيجي علبة فول، علبة فول لأربع تنفار أو لخمس تنفار شو بتكفي؟ الخبز مقطوع، وزعوا طحين وما فيش عندك أي وسيلة لأنك تخبز. في مخيمات النزوح ومراكزه يشكو النازحون من عدم نظافة المرافق العامة والماء والغذاء، ما يضاعف من معاناتهم ويهدد حياتهم جراء اشتداد الأمراض. فخافض الحرارة ومسكن الآلام وشاش التعقيم ورحمة التخدير باتت ذكريات قديمة عمرها ما يقارب الشهرين. في عنا ناس توفت، في عنا أطفال انتنقت من الدخان وتوفت، في عندي رجل كبير فوق حوالي 55 سنة توفى لأنه فيش وسائل طبية كافية، عندي طفل عمره 5 سنين توفى من الأمراض، ما حد مدور. قد يشفي الوقت جروح المصابين ولربما قد يتعافون من أمراضهم، لكن من الصعب أن يتعافى هؤلاء الأطفال من كل من عقدتي الركام والعناق الأخير. هلا العلي، الحدث.